معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من اسطنبول ياسر النجار، متخصص في الشأن السوري. مرحبا بك. نبدأ من الإصرار الروسي على قصف إدلب واستجلاب روسيا مرتزقة لذلك، كيف تفسر هذه التصرفات وما احتمال شن هجوم شامل على إدلب؟ حقيقة روسيا كما تعلمون اعتمدت المشروع الحسم العسكري، لذلك نجد أنها بين الزمن والزمن الآخر تساهم في سياسة القضم، هذا ما ابتدأته في بدء من مناطق خفض التصعيد سواء في الجنوب أو محيط دمشق أو حتى في الوسط في الريف الشمالي لحمص. الآن تمارس نفس الدور في حلب أو في الريف الشمالي لإدلب، في الريف الجنوبي لإدلب، استطاعت أن تقضم في الفترة الماضية ما يعرف بالريف الشمالي لحماة. إذا الواقع الآن أن روسيا تصدر رسائل مفادها أنها في المنطقة الغربية لسوريا غرب الفرات ستعتمد سياسة الحسم العسكري، وهذا على خلاف ما تم التوافق معها من خلال سوتشي أو من خلال محور الأستان فيما بينها وبين تركيا. تركيا حتى هذه اللحظة تراقب الوضع عن كثب، ولكن وتبدي امتعاضا من عملية العسكرية التي تقيم بها روسيا، ولكن روسيا ماضية مستغلة عمليا الابتعاد الجانب الغربي عن اي يعني حد من هذا الهجوم. حتى الولايات المتحده الامريكيه تشاهد مشاهد عن كثب ولا يعني تعترض بشكل جدي. نعم. ماذا يعني سيطره النظام على ادلب؟ يعني مجله ايكونومست وصفت احتمالات سقوط مدينه ادلب بيد الاسد بفوز الوحش هكذا، ويعني هل ستسمح المعارضه السوريه المسلحه بحصول ذلك؟ يعني بتصوري هذا الامر ليس بهذه السهوله، نحن نتكلم عن مساحه جغرافيه حوالي 10,000 كيلومتر مربع، لا تستطيع روسيا وبخلال المرتزقة والقوات التي جذبتها في الآونة الأخيرة ولا حتى إيران أن يعني يتم عملية حسم عسكري بهذه السرعة. ولكن نقول بصراحة في ظل التكتيم الإعلامي وفي ظل منع السلاح والإمداد بالنسبة للثوار سيكون الأمر صعب وليس بالسهل. وجود 4 مليون نسمة على الحدود التركية أيضا مؤشر صعب بالنسبة لتركيا. تركيا هي الدولة المجاورة فقط في هذه المنطقة المشتعلة، وبالتالي تركيا لديها مسؤوليات سواء إنسانية أو حتى على المنحى الأمني والعسكري. لذلك أنا بتصوري لا تستطيع روسيا أن تستمر لفترة طويلة بعمليات عسكرية ولا تستطيع أن تحتم المعركة بشكل مبكر. أما عن الفصائل فهناك تضاريس جغرافية صعبة جدا في جبل الزاوية، في جبل التركمان، في جبل الأكراد، كل هذه المناطق يعني ليست بهذه السهولة أن تقدمها روسيا بكل بساطة. سفير روسيا في لبنان قال إن بقاء القوات الأجنبية في سوريا مرهون بقرار نظام السوري، في إشارة إلى إيران على ما يبدو. هل تعتقد أن روسيا راضية بالفعل عن وجود إيران في سوريا؟ أمام روسيا التزامات اتجاه ما يعرف باجتماع القدس سواء أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أمام إسرائيل، لذلك نجد أن روسيا لا تصرح بأي تصريحات سلبية عبر العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بعمق سوريا وحتى وصولا إلى العراق. لذلك أنا بتصوري روسيا تسعد عندما يكون هناك تقويض للوجود الإيراني، ولكنها غير معنية بإخراج إيران ولن تبذل أي جهد في هذا الأمر، كونها ترى أن شماعة وجود إيران ورقة سياسية تستطيع روسيا أن تناور من خلالها. أيضا روسيا تريد أن تقوض من الإمكانيات والنفوذ التركي في مناطق غرب سوريا، ولكن أيضا هي لن تستطيع أن تباشر هذا الأمر بشكل مباشر. لذلك نرى أن العمليات العسكرية تكون حتى الآن على مساحات محدودة، نحن نتكلم عن خلال 4 أشهر حوالي 800 كيلومتر استطاعت روسيا أن تقدم في مناطق الشمال السوري. في هذا الإطار ما احتمالات حدوث صراع روسي إيراني على مناطق النفوذ في سوريا مع استمرار إيران في المقابل باستخدام ميليشياتها إلى مطار منغ بريف حلب؟ يعني روسيا في نهاية المطاف لديها مصالح استراتيجية مع إيران، وأيضا إيران لا تستطيع أن تخسر روسيا في الملف السوري، هناك ارتباطات أكثر منها في الملف السوري بتصور القاعدة العسكرية التي يرتب لها في مناطق مضيق هرمز، يعني إيران أكثر بكثير من سوريا. أيضا تستطيع إيران أن تقبل تقويض نفوذها في لبنان، في سوريا وفي اليمن، ولكن في نهاية المطاف لديها مصالح مشتركة مع روسيا
في الأمن الحقيقي في المساحة الداخلية لإيران. مع هذه التحشيدات العسكرية، كيف نفهم الموقف التركي؟ ماذا ستقدمه المنطقة الآمنة التي اكتملت مرحلتها الأولى؟ يعني ما الذي ستقدمه للسوريين؟ يعني حتى هذه اللحظة المنطقة الآمنة أو ما يعرف بممر السلام الذي أعلنت عنه تركيا بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بتصوري المشهد لا يزال غامض، علما بأن تسيير الدوليات المشتركة انطلق منذ اليوم، والبارحة كان هناك بعض الطلعات الجوية لطائرات المروحية، ولكن بتصور التصريحات التركية تبدي امتعاضا حول حجم العلاقة المتبادلة أو التنسيق المتبادل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول امتصاص الغضب التركي. وبتصور ما تم هذا الاتفاق إلا بعد أن شعرت الولايات المتحدة أن تركيا جادة في عملية عسكرية في مناطق شمال غرب سوريا، لذلك كان لابد من أن يكون هناك اتفاق ولو كان غير مكتمل الأبعاد والملامح، وهذا ما وجدناه من التصريحات المتناقضة ما بين البلدين. طيب أخيرا باختصار لو سمحت، تعدد ولاء البندقية إلى جهات عدة خارجية، إلى أي مدى أضعف الثورة السورية؟ يعني ما فرص ظهور مشروع وطني يوحد السوريين ويحقق أهداف الثورة؟ يعني تحولت القضية السورية الآن إلى قضية دولية. نعلم أن مرتزقة قسد هم مرتزقة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم أن هناك ميليشيات إيرانية تحاول أن يكون لها دور على المنحى المدني والمنحى العسكري وكل المناحي في المناطق السورية. أما بالنسبة للفصائل العسكرية بتصوري أصبح وضعها الآن صعب جدا، خصوصا أن تركيا ليست بالأريحية التي كانت عليها سابقا. شكرا جزيلا لك سيد ياسر النجار، متخصص في الشأن السوري، عبر سكايب من إسطنبول.